ريكورد اوفسيت. اي انا نسيته، حتى تذكرته انا يا. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. الوغ جي دي يعني امبوسيبل مادموزيل مسيو انك انتيا تهضر على البي نتاعك، تهضر كو تو فا كونيتر لو بي نتاعك، انك تو فا فيغ واحد الكومونتيغ عند دي كليون، انك تو فا سو ديفوندغ تدافع على لو بي نتاعك، انك ما يمكنش انك تعرف دي زانفورماسيون اللي هما اش اللي هما سي كو شوز اللي هما لا باز، سي كو شوز اللي هما لا باز لا باز لا باز ديال لو توريزم بطبيعة الحال. دونك تو دوا كونيتر، تو دوا افوار ان كونيسونس اللي هي بارفيت، ان كونيسونس اللي هي بارفيت بطبيعة الحال، شي حاجة اللي هي يعني تكون كاملة بيان سور. الوغ مادموزيل مسيو، مادموزيل مسيو، لو موديول كون فو كومونسي ان شاء الله سا سابيل لونفيرونمون جوريديك. Le module, ça s'appelle l'environnement juridique. Pardon, ce n'est pas l'environnement juridique. Le module, pardon, le kijim, pas de l'environnement juridique, ça s'appelle l'analyse spatiale. L'analyse spatiale. Rachoufoufi, qui me connaît la géographie. Rachoufoufi, l'histoire. Rachoufoufi, les traditions. Rachoufoufi, les coutumes. Donc, le module, en résumé, d'accord. Donc, tawarir. يعني شوفوا الطريقة كيفاش كنصيبوا اون كارت، شنو هما الانواع تاع لي كارت. داكا غادي نشوفوا بطبيعة الحال الاناليز ديال لي غولييف، شكون الطبيعة نتاع التضاريس، فين البلاصة كيجيو التضاريس، اشنو معنى نتاع التضاريس، شنو كل جهة في المغرب باش معروفة التضاريس نتاعها، ميم او نيفو نتاع الفلاحة، دونك انواع نتاع الفلاحة اللي كاين فيها، انواع نتاع الحيوانات اللي كاين فيها، انواع نتاع لي بلونت نتاع النباتات اللي كاينين بطبيعة الحال، وما يميز داك اون ريجيون على اون اوتر، ما يميزها في ما هو بطبيعة الحال كيدخل في ما هو الصناعة، ما هو اقتصادي، ما هو تجاري، ما هو صناعة تقليدية، ما هو صناعة، يعني تو سكي اون غولاسيون افيك لا جيوغرافي. زائد اون فافوار ان شاء الله لي تيب دو كليما، شكون هما الانواع تاع لي كليما، شكون هما الاختصاصات نتاع كل كليما، لي كليما اللي كاين عندنا سورتو في لو ماروك، داكوغ، غادي نشوفو لي زون بيو كليماتيك، المناطق البيو كليماتية، داكوغ، اي بيان سور نشوفو من بعد لي زيسباس ناتوريل، الاماكن اللي طبيعيه، ونحددوا لو باتريمون ديال لو ماروك بيان سور. هادشي كله بطبيعه الحال مادموزيل مسيو تخللوا بعض الوقفات اللي انتم انكم غادي ديروا دي ريغيرش، داكور، سورتو سورتو سورتو، يعني شاكان دو فو غيطلب منكم ان شاء الله، ان شاء الله جي بريفو ولا سكون في هذا لو موديل هذا كنهضروا على مجموعه ديال دي زيليمون، داكور، اللي غادي ديروا لها دي ريغيرش بيان سور. الوغ هادشي اللي كاين مادموزيل مسيو، هادشي اللي كاين بيان سور. كاين ان كيستيون، كاين ان كيستيون دائما كتسول، تقول اودي بوركوا، علاش غنقراو لا جيوغرافي، انا غنخدم في لاجونس دو فواياج، انا غنقطع دي بي دافيون، انا غنصيفط دي سيجور، علاش انا جوفي اتيدي ولا اتر انفورمي دون اش لا جيوغرافي اي ليستوار. داكور مادموزيل مسيو، الى خدمتي نتايا عندك كبيتيست، هذا لا يعني ان في لاجونس دو فواياج كاين البيتيست، كاين الفورفيتيست، كاين ليكسكورينيست، كاين عندنا لاكومبانياتور، كاين عندنا شارجي دو كليونتيل، كاين عندنا كونساي دو فواياج، كاين عندنا بوكو دي زوتر ميتي. هاد لي زوتر ميتي مادموزيل مسيو، الخدمه نتاعهم سي كوا؟ الخدمه نتاعهم انهم تيخدموا مع الكليون، والكليون يفون ريبوندغ على الكليون على تو لي كيستيون دوغدغ، اي سؤال كيما كان النوع نتاعو، هاد الكوستيون، الكيستيون خصو يكون عنده طابع اللي هو اش، اللي هو اما ثقافي ولا اجتماعي ولا رياضي ولا سياحي ولا تاريخي ولا، يعني انك انت غادي تجاوب بطبيعه الحال، ميمكنش تجاوب على لوتو على كل شيء، مي جاوبتي على اي حاجه بلا راها مزيانه بطبيعه الحال. الوغ بريزونت كاركتيريزي لي زيسباس توريستيك ريسبتيف، caractériser les espaces touristiques lui-même réceptifs. Présentation générale. Et bien sûr, fait le module de madame et monsieur, qui connaît quand on trouve des confrontations, quand on trouve des serrages, d'accord, quand on a besoin de la part de la part de la part كان اختلفوا على بعض الحوايج، داكور، مي هاد بعض الحوايج هادي يعني ما كتشكلش لينا شي اختلاف، مي كل واحد الأنظرة نتاع كل واحد والطريقه باش كيشوف الحوايج بيان سور. الوغ بريزونطاسيون جينيرال، لو ماروك اي سيتويي
Présentation et تقديم عام على حسب لو ماروك. Donc le Maroc est situé à l'extrême nord-ouest du continent africain sur une superficie qui est 710 850 710 850 km². Cet État du Maghreb est limité à l'est par l'Algérie, le sud la Mauritanie et l'ouest l'océan Atlantique et le nord la mer Méditerranée. Okay? Le Maroc, Kadoula, se situe à l'extrême, yani à l'extrême, fait Aqsa. Donc le fait Aqsa, Chamel al-Gharbi, dit le continent africain, dit le Qara l'Africain, à la Misaha, une superficie, Wahd Misaha, Kedjouz, 710 850 km², d'accord, dans le Maghreb, cet état, le Maroc, a dit Toula. Il y a Doula le Maghreb, tu sais, le Maghreb, d'accord? Le Maghreb, Nisbatel, il a le Gharb, ok? Et Nisbatel, il a le Maghreb, le Maroc, surtout le français, le Maghreb, d'accord? Et subhanallah, subhanallah, دول فريمون فريمون اللي هي كثيرة كثيرة تبدلت الأسماء نتاعها وبدلت الأسماء نتاعها كاين دول ما كانتش عدت الأسماء نتاعهم كانوا دول يعني يلا يلا العمر نتاعهم عمر هذه الدول كاين دول اللي في عمرها 30 عام كاين دول اللي في عمرها 40 عام كاين دول اللي في عمرها 60 عام كاين دول كترت 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 فيها عمرها قرن ولا ما وصلش داكو مي الحمد لله المغرب كدولة كما تنقولوا كدولة أمة داكا كدولة شعب كدولة حضارة كدولة تاريخ كدولة أصالة داكا يعني بين الدول اللي بقى الاسم نتاعها لم يتغير من يومي ما ذكرت داكا وحنا التاريخ ديال المغرب التاريخ يعني كنقسموه بعد غادي نشوفوا هذا الشيء ان شاء الله كنقسموه لمراحل داكا كاين اللي كيعترف بالتاريخ ديال المغرب من نهار وجد المغرب ولا من نهار وجد الإنسانية كاين اللي كيعترف بواحد التاريخ زمني محدد وكاين الأغلبية كيعترفوا بالتاريخ ديال المغرب من يوم دخل الإسلام للبلاد ندخل الإسلام للمغرب بيان سور وندخل الإسلام للمغرب من داك الساعة وما يقولون المغرب 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 هناك المغرب الأدنى وهناك المغرب الأقصى المغرب الأقصى هو حاليا المغرب ديال دابا حاليا مع الجزائر داكور وموريتانيا بطبيعة الحال موريتانيا نقدروا نقولوا السمية نتاع موريتانيا كانت يعني قديما ككلمة كلمة موريتانيا كانت قديما داكوغ الوغ في العهد قبل الإسلام كانت موريتانيا قديما من بعد الإسلام ومن بعد يعني في العهد ديال الإسلام وبعد الإسلام دونك تسمت عندنا المغرب الأقصى المغرب الأدنى كانت كتشكلو كانت كانت بين الدول اللي ما بتبلوش الأسماء نتاعهم كانت مصر مصر لزمان وزمان وحتى اليوم هنا هذا مصر بين مصر حتى لعند الجزائر حاليا اللي ما كانتش الجزائر كانت موجود ديال الجزائر لا يوجد داكوغ يعني حتى نقدر نقول الحدود ديال الجزائر حاليا داكوغ مع تونس اوكي دونك الحدود ديال الجزائر سورتو الحدود ديال الجزائر ماشي الحدود الجزائر بين المغرب نو الحدود ديال الجزائر بين الجزائر وليبيا كانوا يسمى المغرب الأدنى كانوا يسمى المغرب الأدنى المغرب الأدنى لعند من عند المشرق كاين المشرق والمغرب دونك المغرب الادنى لعند المشرق داكوغ المغرب الاقصى اللي هو كيشد حاليا اللي هو كيما قلنا الجزائر حاليا مع المغرب الحالي وموريتانيا كيتسمى المغرب الاقصى مع العلم انه في زمان من الازمنه وفي اوقات من الاوقات لم يكن هناك لا جزائر ولا موريتانيا كان هناك اسمه المغرب من عند الحضارة الإسلامية حتى يومنا هذا قبل الحضارة الإسلامية كان المغرب يسمى لا موريتاني كان المغرب يسمى موريتانيا كان المغرب يسمى طنجيس كان المغرب يسمى موريتانيا الطنجية كان المغرب يعني المغرب دولة جاء دابا داكو والحدود نتاعو ليس الحدود ديال دابا
الحدود نتاع المغرب ما عمرها ما كانت الحدود نتاع دابا، حتى عند القرن العشرين، حتى عند الاتفاقية نتاع اكس ليبان. هاد الاتفاقية ديال اكس ليبان اللي وزعت لافريك داكو بواحد التوزيع اللي هو عطانا المغرب الحالي بطبيعة الحال، وتقتطعوا مجموعة نتاع المساحات تقتطعوا من المغرب بطبيعة الحال. ومن بعد غنشوفوا ان شاء الله كل شيء بالوثائق وبالخرائط وبالخرائط نتاع الامم المتحده، داك الخرائط المغربيه اللي كاينه في الامم المتحده اللي معترفه بها الامم المتحده، لان خرائط اللي تاريخيه تعود للقديم القديم الزمان. دونك يعني المغرب كان كيشد حتى لعند مصر، حتى لعند مصر كان كيدابز مع الدولة الفاطمية اللي كانت في مصر، كان كيدابز مع الدولة الأموية اللي كانت في مصر، داكوغ؟ يعني حتى لعند السودان، حتى لعند حد حاليا السودان، حتى لعند إثيوبيا حاليا، عند إثيوبيا حاليا داكوغ؟ ولكن يعني من الشرق نتاع افريقيا حتى لعند الواد السنغال، تنهرنا السنغال حتى لعند غينيا، حتى لعند مجموعه نتاع الدول الافريقيه بطبيعه الحال. يعني كانت واحد لا سيفيليزاسيون اللي هي تخي كروند بطبيعه الحال. حنا نخليو دابا داكشي بوغ لو مومون، وغادي نتكونسونطراو على سكي اكزيست نورمالمون لو ماروك يومنا هذا، ليستواغ التاريخ حنوصلو نهضرو عليه. داكوغ، حنا كنهضرو على لا بريزونطاسيون جينيرال. Alors, le Maroc est situé à l'extrême nord-ouest, الشمال الغربي داك القارة الإفريقية، في واحد المساحة اللي هي نتاع 710,850 710,850 كيلومتر كاري. سات إيتا دو مغرب إليميتي آ ليست، دونك تحدها شرقا الجزائر، تحدها شرقا وجنوبا، دونك الجنوب الشرقي داكوغ، الشرق والجنوب الشرقي تحدها الجزائر، اي الجنوب اي لو سود لا موريتاني. اما فيما يخص الويست اللي هو الغرب، سي لوسيون اتلانتيك، المحيط الاطلنسي، اي او نور لا مير ميديتيراني، وفي الشمال بيان سور الواجهه اللي هي بحريه المحيط البحر الابيض المتوسط. لو ماروك a le privilège de s'ouvrir d'une part sur l'océan Atlantique à l'ouest et d'autre part sur la Méditerranée au nord. Ce vaste territoire partage ses frontières avec l'est, avec l'Algérie, et le sud avec la Mauritanie. Le Maroc est là le privilège. Vous savez quoi le privilège? Le privilège ou l'avantage. Une chose qui est bien, il a le privilège de s'ouvrir d'une part, s'ouvrir une fête à l'Atlantique à l'ouest et الميديتيرانية او النور، يعني الشمال ديال البلاد والغرب ديال البلاد منفتحه على البحر، على المياه، داكوغ. اي بيان سور الغرب لا باردون وي الشرق والجنوب كاين عندنا جوج نتاع الدول، يعني حنا الحدود نتاعنا جوج نتاع الدول. ليس هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بوركوا؟ باسكو طون الدول ما حتى كتكون عندها مجموعه نتاع الدول دايرين بها، ما حتى كيكون عندها مشاكل اللي هي كثيره، ما حتى كيكون عندها اللي هي حدود اللي هي مشتركه كثيره، ما حتى كيكونوا عراقيل، ما حتى كيكونوا ما حتى كيكونوا ما حتى كيكونوا داك. مي الا كانت عندك الدوله يعني عندها الحدود اللي هي مشتركه بين الدول، الحدود اللي هي قليله، داك ما حد كيكون عندك هنا مساله نتاع الحدود. مع العلم ان كاين بارفو الله يجعل ما تكون عندك الشراكة حدود غير مع وحده، وتعيشك في عيشك حلا، واخا يكون تفضلو كان تكون نتايا في السونتر ديال الصحراء، ولا تعيش بجنب دوله ني لا اخلاقيا لا تاريخيا لا حضاريا لا لا لا, لا, لا شي حاجه توجد بيان سور. المهم الوغ نكمل. دونك قلنا عندنا لوسيون اتلانتيك البحر الابيض المتوسط، اي الجهه الشرقيه الجيري، الجنوبيه اللي هي موريتانيا. الوغ هاد الموقع، هاد الجغرافي، هذا الموقع الجغرافي اللي هو بامتياز داكوغ، لي بيان سور كيشكل واحد بوان استراتيجيك، واحد النقطه استراتيجيه هامه لا يمكن لك أخي أختي مادموزيل مسيو، لا يمكن لك أن تتصورها.
واحد النقطة استراتيجية اللي هي مهمة ومهمة بزاف وبزاف 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 وبزاف، لدرجة أن يعني من بين الدول اللي تعرضت لهجومات الكثيرة الكثيرة في التاريخ نتاعها، وهذه الهجومات هذه اللي بدات يعني منذ الأزل جوسكو مانتونو، يعني إل سي إلا كونو دي beaucoup des attaques مجموعة تاع الهجومات، beaucoup de tentatives de colonisation مجموعة تاع المحاولات الاستعمارية انطلاقا من سكون ابل من الفراعنة للرومان الإغريقيين القرطاجيين البيزنطيين الحضارة الإسلامية الحضارة الأمازيغية الدول الألمان البرتغاليين الإسبانيول عندك لي فرونسي لي امريكان لي بريتانيك والتوارك و راه ما كاينش شي دوله في العالم ما كاينش وقلب والله ما كاينش شي دوله في العالم تعرضت لهذا الضغط ديال ان كل شيء بغى يستعمر هذه الدوله هذه داكو اللي هي لو ماروك. قلب ما تقراش عند قرا عندهم هما الدولة الوحيدة اللي بغات تستعمرها فرنسا و إسبانيا و ألمانيا و بريطانيا و أمريكا بغات تستعمر المغرب، عندك زيد عليها الأمازيغ الرومان القرطاجيين السلجوقيين و ترو داكوغ. دونك بوركوا شنو هو السبب السبب سوق الموقع الاستراتيجي ديال لو ماروك اي لو بيي افريكان لو بلو بروش دو كونتينون اوروبيان، اقرب موقع جغرافي لعند اوروبا اللي هو لو ماروك داكوغ، يعني اي لو بيي اللي هو عنده ان كليما الحمد لله ما شاء الله سي تري بيان، عنده دي غولييف الحمد لله ما شاء الله سي تري بيان، لي غولييف هما التضاريس كتجمع بين المناطق اللي فيهم الشتاء المناطق اللي فيهم الثلج المناطق الجبليه المناطق الصحراويه المناطق المنخفضه المناطق القاحله المناطق البحريه المناطق الشبه بحريه المناطق اللي هي شبه جزيره الدخل، يعني واحد ما شاء الله ان نيفونتاي واحد المجموعه نتاع العوامل اللي هي تاريخيه والعوامل اللي هي جغرافيه اللي كتخلي لو ماروك انه يكون هو لو بيي اللي خاصو يكون لو ليدر هي لو ليدر بمعنى هو القائد، المغرب خاصو يكون قائد ديال شمال افريقيا بهذه المكونات اللي عنده بيان سور. الوغ مادموزيل مسيو بهذه المكونات بحال هكا لو ماروك il souffre يعاني مجموعة نتاع الضغوطات لا يمكن لكم أن تتحملوا، والمعرفة نتاعها داكوغ، يعني ضغوطات اللي هي قوية كتمارس على الماروك، سي تو سامبلومون حيت الله سبحانه وتعالى حنا خلقنا ووجدنا في هذا المكان هذا اللي هو سميتو الماروك، كنت وجدنا في شي حاجة واحدة أخرى ما كناش على الأقل اللي غنعرفوا مجموعة الحوايج مي وهذا الحمد لله أنا سي كو شوز اللي هو فالوريزون، شي حاجة اللي هي كتعطيك واحد الدفعة وكتعطيك واحد القوة أحسن ما هي كترجعك لور بيان سور. ومن بعد إن شاء الله بحمقو نعطيو دي ستاتيستيك قلب عليهم ولا لقيتي الضد نتاعهم أجي بهتني شنو يتبهتني انك كذبني داكوغ، دونك اون فوا تخوفي دي ستاتيستيك القوا بان الحمد لله والشكر لله بان لو ماروك هو سي ان بيي إلي غيش فريمون غيش نتاعش غيش دو باتريمون، عندك موروث باتريمون اوربان باتريمون اللي هو كولتوريل
مورود ثقافي، مورود حضاري. عندنا دي بون انفراستركتور، مجموعة تاع البنية التحتية ديال الكوميونيكاسيون او نيفو تاع لي روت، او نيفو تاع لي زيروبور، او نيفو تاع لي بور، او نيفو او نيفو. عندنا بوكو ما شاء الله تاع البنية التحتية اللي هي ديال ليبرجمون، عدد كبير، عدد كبير نتقدم على اعرق اعرق الدول في السياحة ولا في العدد ديال لي زيتابليسمون، سورتو او نيفو جو بارل ديال لافريك، نقارنو روسنا مع لافريك داكور. عنده عندنا دي كونديسيون، دي كونديسيون ناتوريل كي سون فاري. عندنا المناطق اللي فيهم الشتاء اون لا بلوي، كنحسو بالليفير، كنحسو بفصل الشتاء، كنحسو بفصل الربيع. كاين عندنا مناطق اللي فيها الثلج داكو، اون سون ليفير، اون سون لا ناج. كاين المناطق اللي فيها الشمس الحرارة القصوى، كنحسو بداك الجمال نتاعو، بداك الجو نتاعو. داكو دي كونديسيون كليماتيك اي ناتوريل اللي كتختلف بطبيعة الحال. اي بيان سيغ عندك هادشي كاع كامل كيبارطاجيه تقريبا 13 مليون سائح اللي جات عندنا في 2017، كيبارطاجيو هاد لي بون مومون. داكوغ، زائد ليتر اومان، زائد ليتر اومان، التنوع ديال واحد الديفيرسيتي دي غاس، ديفيرسيتي ديال لي غاس، لي غاس اللي هي الاعراق والاجناس. حنا اوني دي زامازيغ، اوني دي حساني، اوني دي صحراوي، اوني دي ريفي، اوني دي سوسي، اوني دي شرقاوه، اوني دي غرباوه، اوني دي هواره، اوني دي جو سي دوكاله، اوني دي سمهاجه، اوني توس اي توت دي تريبو، قبائل. داكور، مي اون في في واحد البيي اللي كي ريش، وشك قبيله، شك اي كلتور. قلتها دابا، اي كلتور عندها دي تراديسيون تاعها، اي كلتور عندها دي مونيمون تاعها، اي كلتور عندها دي زيستواغ نتاعها، عندها دي ميت نتاعها، عندها الخرافه نتاعها، عندها الحكايات نتاعها، عندها الحجايات نتاعها، عندها لي بوعو نتاعها، عندها لو تو. داكوغ، أو سا ما يكون إلا كيكو شوز اللي هو كي فا فغيمون، كي فغيمون فغيمون فغيمون، سا في سونتيغ داك لا فيغتي، الافتخار أنك نتايا تكون كتنتمي لواحد لو بي اللي هو لو ماروك. إي إن بارلون دو موا، مو جو مابيل عابد رضوان، جو سوي تيلمون فيغ إي كونتون إي أوغو داتر أن ماروكان، دو فيفر دون لو ماروك. Et de sentir que je suis un Marocain, d'accord? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Et parmi les raisons les plus importantes, c'est que quand tu compares toi avec des autres, tu te dis que en étant que Maroc est des autres. Tu vas sentir que le Maroc est le meilleur. نهار كتكون غادي معايا في الزنقة يكون فا نوصل لواحد الدار نتاعنا، أقل ما أي حاجة تنقول لك يلاه تشرب أتاي، يلاه تغدى معايا ونشدك في يدك وأنت كتجر وأنا كنجر، كنبغي نديك صحة 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 بحال المخطط فيك، وأنا بغي نديك تشرب أتاي معايا، كنرحب بيك. داكوغ، ونهار تكون في بلاد وحدين أخرين كتكون غادي وتيعيطوا عليك يقول لك أجي 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 عندنا، كتجي عندنا تيقول لك حد جاي يجيب البلان تاعك، جيب ما تاكل. داكوغ، بحال غادي تجي نتايا ندخل عندك انا للدار وتقدم لي كل ما طاب وكل ما اشهى واحسن اطباق، وتكلف وتكلف وتقاتل وتمشي وتصرف من جيبك، وربما كاين بارفوا تمشي تلف من عند الناس باش تمشي انك تجي وتكرمني انايا ودير حسن الضيافه اللي ما كنلقاوش في بلايص اخرين في دول اخرين. داكو، اللي انت اوني طون كو بيرسون، ما يمكنش انك تموت بالجوع في لو ماروك، ما يمكنش انك تموت بالجوع في لو ماروك. تي فا مونجي، تي فا نور، تي فا سونوري، غاتاكل غاتاكل غاتاكل. داكو، اللي كنا ناس وحدين اخرين ما كيلقاو ما ياكلو مالغري اي سون دي ريش اي انسي دو سويت. هادو بالاسباب وبزاف 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 اللي غنذكرو ان شاء الله. مي الحمد لله وشكر لله، on a un pays le que j'ai dit moi je suis fier que je vais être un Marocain pour ta vie et je le défends et je le défends et je le défends dès que je peux faire caractériser les ressources des villes impériales. D'accord, les villes impériales inshallah mademoiselle, monsieur, c'est que vous allez chercher. Ça veut dire, les villes impériales, les monuments des villes impériales. Ok? D'abord, 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 radiant, c'est les coms.
غادي نصيفط لكم وي انصيفط لكم في الواتساب، كان عندي واتساب في لي مونيمون، ونقلب عليكم في الواتساب. فوالا نتمنى تكون كونيكتي توجور. فوالا لي مونيمون دي ville impériale, les monuments des villes impériales. D'accord. Mademoiselle, monsieur, d'accord, vous avez la recherche. Vous avez une recherche. D'accord. Had la recherche hadi, elle dirouha le thème nta'a, le موضوع nta'a wa monument ديال ville impériale. Je répète, je répète. Donc vous allez faire واحد la recherche. هاد لا ريشيرش هادي مادموزيل مسيو غادي يكون الموضوع نتاع هو لي مونيمون، المآثر التاريخية ديال لي فيل امبيريال. داكوغ، دونك انا اجوردي غنشرحو شكون هما لي فيل امبيريال، مي نتوما فوزالي فيغ لا ريشيرش ديال لي مونيمون المآثر التاريخية. ما غاديش تجيب ليا انا المآثر التاريخية. نعم بروفيسور جيبو غدا. نو نو اي اتون اي اتون اي اتون، ما غاديش تجيب لي انايا مأثر تاريخي تقول لي مثلا الداخله وتقول لي الكنيسه اودوز. نو، اولا تمشي لمراكش تقول لي مراكش، تقول لي جامع الفنا اودوز، اولا الكتبيه تقول لي الكتبيه هي اودوز. نو، الكتبيه هي واحد المعلمه تبنات وبناها فلان وقتاش وسير، واعطيني دي زانفورماسيون عليهم. داكو، سير عاوتاني لمونيمون اخر عطيني دي زانفورماسيون عليه الله يرضي عليك. داكو، يعني كل 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 مونيمون عطي دي زانفورماسيون، غتلقاو دي زانفورماسيون اللي هما كثارين، غتلقاو دي مونيمون اللي هما كثارين على كل مدينه اللي غنشوفوا بيان سور لي مونيمون لي فيل امبيريال. داكو، المطلوب منكم كثرتي 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 كثرتي، ما تفوتش ليا دي مونيمون 10 ديال لي مونيمون. داكو، وفي كل مونيمون ما تفوتش ليا انك واحد ثلاثه تسطر ولا باش انك تشرح لك المونيمون بيان سور. اوكي، دونك هاد الميساج هذا راه صيفطته لكم هكذا، صيفطته لكم بيان سور في واتساب، كنت كنهضر كنت كنسجلو او ميم طون. داكور، دونك الوغ كاركتيريزي وقتاش، داكور وقتاش غادي تجيبوه ياك، وقتاش غادي تجيبوه. دونك ما غاديش تجيبوه غدا، ما غاديش تجيبوه غدا، غادي تجيبوه نهار لو اش، نهار غيكون عندنا دي كونترول، نهار غيكون عندنا دي كونترول غادي تجيبوه بيان سور. تفهمنا؟ مي خدم عليه من دابا، خدم عليه اليوم باش تساليه، حيت راه عندكم كونترول اي اف ام تاع لونفيرومون جوريديك السيمانه الجايه. دونك الا كنتي غتصاوب كتب بالزربه وصايب بالزربه اليوم، اي غاني لو طون بوغ ابخي بطبيعه الحال. الوغ كاركتيريزي لي ريسورس دي فيل امبيريال، اشكون لي فيل امبيريال مادموزيل مسيو؟ وي شكون هما لي فيل امبيريال؟ شي واحد عنده شي فكرة؟ ما كاينش، ما كاينش. عمر تفضل. وليلي، وليلي، داكار داكار داكار، وليلي هي فيل امبيريال جاية من ديك الامبيريالية اللي فيها قرينة الامبيريالية، جي من الإمبريالية. لا 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 لا، انت هاد الصباح بزاف مادموزيل، النقابة والإمبريالية، وزيدي يقول لي الفاشية، وزيدي حتى شعجاني يقول لي لا وحنا الماركسية اللينينية. نو، ما جايش من الإمبريالية. دونك إمبريال، داكور، إمبريال هي كنقولو سيتي إمبريال، على نقدر نقولو مثلا هي ملكية، داكور، ملكية. امبيريال هي بلوس رويال، ملكية يعني عندها بلوس دو فالور. اوكي، مي نعم نقدر نقولها امبراطوريه بحال هكا، امبراطوريه باسكو حنا كنقولوا امبرياليه. داكور، الوغ امبير، لامبير هي الامبراطور، اذا كنقول لامبيري هي الامبراطوريه، اي لامبير هو الامبراطور. داكور، الوغ كيفاش كيفاش كيفاش، وقلبي وقلب مزيو، قلب مزيو، قلب قلب سير قلب سير قلب، واش غتلقى الكلمه نتاع دي فيل امبيريال دون دي زوتر باي؟ قلب واش غتلقى دول عندهم ما يسمى بلي فيل امبيريال. داكوغ،
علاش عندنا حنا دي فيل في لو ماروك، عندنا دي فيل يسمونا دي فيل امبيريال، داكور. وشنو هي لامبير؟ شنو هي الامبراطوريه؟ امبراطوريه هي دوله، ما يمكنش تكون دوله صغيره، خصها تكون دوله اللي هي مساحه اللي هي كبيره، داكور، وتكون كتحكم في واحد العدد كبير ديال الاشخاص، داكور. والشخص ما كيكونش هو ملك، تكون هو بحال شكل نتاع امبراطور، اوكي. وداك الامبراطور تكون عنده بحال شكل نتاع ملوك، تفهمنا، ولا امراء، باش حنا ما نحرجهمش كنسميهم امراء، داكور. امير على المنطقه الفلانيه، امير على المنطقه الفلانيه، امير على المنطقه الفلانيه، اللي كيعطيونا هما امراء، داكور. كتكون داخله تحت واحد الامبراطوريه بطبيعه الحال. الوغ في لوماروك، في لوماروك حنا عندنا دي فيل امبيريال، مدن اللي كانت، هذوك المدن كانت اللي هي مقرات نتاع الامبراطوريات، داكور. وحنا عندنا في لوماروك عندنا كاتر فيل امبيريال، عندنا في لوماروك كاتر فيل امبيريال، داكور. اشكون هما هاد لي فيل امبيريال؟ لي فيل امبيريال مادموزيل مسيو هي لا فيل دو فاس، لا فيل دو مراكش، لا فيل دو رابا، الرابع اي لا فيل دو ميكنيس. هادو هما شكون ابل لي فيل امبيريال، داكور، او كتسمى بطريقه واحده اخرى المدن العتيقه، داكور، المدن العتيقه. علاش بالضبط هاد الربعه نتاع المدن؟ بوكو بالضبط هاد الربعه نتاع المدن؟ وعلاش هاد الربعه نتاع المدن؟ غادي نرجعو نشرحو حتى نوصلو ونشرحو ان شاء الله. الوغ كاركتيرستيك كومون، لي كاركتيرستيك كومون، ديكوفرير لو ماروك دي فيل امبيريال، سي باسي دو لا كوتي اتلانتيك او مونتاين دو لاتلاس، à travers des paysages sans cesse renouvelés et du patrimoine architectural, culturel, artistique, à chaque fois différent. Car chacune de ces cités mythiques a été fondée par une grande dynastie arabe ou amazir, berbère, amazir. Donc, dynastie liée amazir. Ok, maintenant, alors découvrir le Maroc des villes impériales. Le Maroc des villes impériales. Parce qu'on a découvert le Maroc dans les villes impériales. خلال داك المدن العتيقه، داكور، المدن العتيقه ولا المدن القديمه. سي باسي دو لاتلانتيك او مونتاني دو لاتلاس، يعني انك باش تزور داك المدن العتيقه اللي ذكرنا، ما قلنا فاس، مكناس، الرباط، اي غابا، انك غتمشي من المحيط الاطلسي، المحيط الاطلسي، المحيط الاطلسي، حيت الرباط كتجي في المحيط الاطلسي، داكور، لعند لي مونتاين دو لاتلاس، لعند الجبال ديال الاطلس اللي كتمكنها لا فيل دو مراكش، اترافيغ دي بيزاج كي سينوسيس دو سو رونوفلي، دي بيزاج فين بس كاين المناظر الطبيعيه الخلابه، داكور، كاين عندنا في الهضاب نتاعش ولا في السهول ديال فاس سايس ولا تاع مكناس، داكور، لا فيل دو مكناس، دونك كاين تما الطبيعه، اي بيان سور فاش كتعامل معنا، فاش كتلاقى لو باتريمون كولتوريل اركيتكتورال، الهندسه المعماريه، الموروث المعماري مع الموروث الثقافي مع الموروث اللي هو فني، داكور، اشاك فوا ديفيرون. مشي لمراكش، مراكش كلشي بوحدو مختلفين، غتمشي لمكناس كلشي بوحدو مختلفين، اصاله وعراقه، اي تراديسيون، اي كوتوم، اي ابي، اي نوريتور، اي غاسترونومي، الفن ديال الماكله، ديال لا ميوزيك، ديال دونك شاك فيل، شاك فيل اي ديفيرونت كولاتر، شاك فيل يا دي توش، يا دي توش، ماشي ان سول توش، يا دي توش كي ديفيرونت كو شاك اوتر فيل، دون تو، راه الرباط سي با فاس، مستحيل تكون فاس، هي الرباط، مراكش مستحيل تكون هي فاس ولا مكناس ولا غابة، مكناس سي اوترومون مختلفة، داكور، اون بارلون سيرتو على دي فيل اللي هما امبيريال، اي شاك فيل سي اوتر شوز. Car chacune des cités a des cités qui sont les cités mythiques, d'accord? La mythe, il y a le khurafa, d'accord? Et le légendaire. Donc les hikayat qui sont toujours en tariq, donc, par le moudoun ou par le asatir, ostora, d'accord? Donc ces sites mythiques, donc la Medina ostora, d'accord, a été fondée par une grande dynastie. D'accord. Donc, le Moudoun, soit Fès, soit Rabat, soit Marrakech, soit Meknès, elle était fondée Tbnet, d'accord. Elle était fondée par une grande dynastie. Une dynastie. Et il y a même le Mamalik, les Kanou Hakmin, le Maroc. Les Kanou Hakmin, le Maroc, dans une période donnée. Fouad Zaman ou Fouad Marhala, Tarikhia. D'accord. La dynastie, imma arabe, dynastie liée arabe, musulmane.
d'accord, ou là amazighien, et bien sûr musulman, amazighi li musulman, d'accord. Comment حنا دابا لحد الان ما كنهضروش على لو ماروك افون الاسلام، داكوغ. كنهضروا على لو ماروك ابخي الاسلام، داكوغ. من بعد تتاح لينا فرصه غنهضروا على المغرب، يعني من العصر الحجري، من لاج دو بيير عند البري استوار، ما قبل التاريخ، عند ليستوار، سكو نابل العصر ديال التدوين، داكوغ. دونك العصر ليستوار كونتومبورا. دونك حنا بقاو غادي بمراحل، مي لا بالضبط بالضبط، اون بارل على لو ماروك مانتونو. لو ماروك مانتونو اللي عنده ليستوار كونتومبوران، تاريخ المغرب الحالي، لانه التاريخ اللي هو الحالي اللي كيمتد داكور، اللي هو شنو، اللي هو يعني من دخول الاسلام اللي عندنا هنايا، داكور. الوغ علاش؟ باسكو بحال كنشوفوا حنايا لا كونستيتيسيون ماروكان، لا كونستيتيسيون هي والدستور، الدستور المغربي. اول بند في الدستور المغربي شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان عندك المملكه المغربيه مملكه شريفه عربيه امازيغيه، اسلاميه عربيه امازيغيه، دونك اسلاميه عربيه امازيغيه. دونك حنا كنهضروا على لو ماروك اللي كاين دابا، اللي كيمتد الجذور نتاعو الاسلاميه، يعني الاسلاميه، الدخول ديال الاسلام، يعني بدات عندنا الدوله المغربيه، داكور، اللي هي الاصل نتاع السكان نتاعو اللي هما عرب وامازيغ، داكور، عرب وامازيغ. واش كاين العرب العاربه ولا العرب المستعربه ولا العرب اون بارل با نتاع دابا ماتونو، اون بارل ديال اوتر شوز بيان سور، داكور. الوغ شاكان، car chacune de ces cités mythiques a été fondée par une grande dynastie. Dynastie ou Mamalik, les Idrissides, Darissa, les Almoravides, les Morabitons, les Almohades, les Mouahidines, les Mérinides, les Marinines, les Saadiens, les Alaouites. Bon, je connais Omar. Ce sont les différentes dynasties. Les différentes dynasties, les Hakmou, le Maroc, d'accord. Au fait, les dynasties qui influent les Arabes, qui sont des dynasties liées. دي زغب اللي جاو من الجزيرة العربية، داكوغ، اللي هي حاليا ما يعرف بالسعودية والحي، داكوغ، اللي قبل كوم جي دي تخي بيان تو تالوغ، السعودية يعني ما كانتش حاجة سميتها السعودية، داكوغ، يعني كانت إما كتسمى أرض الخلافة، ولا كتسمى أرض الحجاز، ولا كتسمى أرض الطائف، ولا أرض يثرب، ولا شبه الجزيرة العربية، يعني كانت كتسمى أسماء اللي هي مختلفة، داكوغ. باغ كونتخ اليمن، يمن، اليمن، يمن، من عهد الإسلام، من قبل الإسلام، كانت اليمن تسمى اليمن، والدليل أن كاين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقولوا اليمن بالوصف ديال اليمن، داكوغ. مي باغ كونتخ ما يسمى بالعربية السعودية، يعني حتى تقريبا مؤخرا، أو ما يسمى بقطر، أو ما يسمى بالكويت، أو ما يسمى السلطنة عمان. نعم، سلطنة عمان كانت سلطنة قديمة، داكوغ. مصر، دابا حنا كنشوفوا ما هو الشرق العربي، داكوغ، العالم الإسلامي، غير باختصار ونرجعوا. مصر، وي بيان سور، ليبيا، تونس، تونس، وي تونس، الحضارة، تونس القرطاجيين، تونس، تونس البيزنطيين، تونس الرومانيين، تونس الحضارة، داكوغ. باغ كونتخ الجيري ترافيغ ليستواغ إلي تي با بطبيعة الحال. غادي نرجعو تاني لعند لبنان، لبنان، وي لبنان حتى هي اسم مسمى يلا مؤخرا، مي كانت لبنان، لبنان ما يسمى لبنان الفينيقيين، داكوغ، لي فينيسيان. الفينيسيان اللي كانوا في لبنان بطبيعة الحال. عندك الشام، سوريا، الشام، سوريا، وحاليا سوريا والعراق وفلسطين حاليا. عندك لا ماشي لا الشام، كنقصد به الأردن وليبيا وفلسطين، داكوغ، والعراق. والعراق كما قال السي الحجاج، قال لك مصدر الشقاق. مهم نرجعو عندنا السي لو ماروك، عندنا ما نديرو بدول اخرين بوغ لو مومون، حديك حتى الدوزيام اني نبارلوغ عليها. نرجعو لو ماروك. الوغ قلنا كانوا عندنا دي ديناستي، ديناستي اما مصدر نتاعهم الجزيرة العربية، عرب، دي ديناستي عرب مصدر نتاعهم الجزيرة العربية، او لا دي ديناستي امازيغ اللي المصدر نتاعهم هما السكان الاصليون للمغرب، داكوغ. بحال غادي نجيو نقولو حنا لي زيدغيسيد، الادارسة، داكوغ، هي اون دين، اوكي. نبداو نكملوا عندنا هنايا. اي كما شفتوا مادموزيل مسيو، الا كنتوا لاحظتوا في الاول، كنت كاتب هنايا، كانت مكتوبه، ماشي كاتب، كانت مكتوبه بيغبيغ، يا بريج لي شونجي با امازيغ،
D'accord? Amazigh. Oui, Amazigh. Donc, Amazigh, moi, je ne suis pas un Amazirien. Moi, je ne suis pas un Amazirien, mais j'ai de la peine. بالظلم وكنحس بالحقرة وكنحس بواحد لو سونتيمون كي با دو تو بيان بحال كنقرا بحال كنقرا الوصف نتاع برا الامازيغ بان كيلكان كيسميه بغبغ بغبغ برابرة جو سون والله ما عرفتش علاش يا اخي داكور مي بوتيتر باسكو جو سوي ماروكان بوتيتر داكور مي كون جو في شيرشي عند لو مو بغبغ ما كنلقاش لو مو بغبغ لو مو بغبغ ما كانتش حتى مؤخرا عاد ولات لو مو بيغبيغ داكور بيغبيغ بيغبيغ ما كانش ولا نقلب عليه نقلب قلب 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 غتلقى هذه الكلمه خرجت عندنا في لو ماروك خرجت عندنا في لو ماروك هتقول لي وقتاش نقول لك وي خرجت عندنا في لو ماروك وقتاش خرجت عندنا في لو ماروك خرجت عندنا مع عهد اليوطي بحال كان عندنا يعني الحمايه الفرنسيه في العهد نتاع الظهير البربري قلب عليه وغتلقى باسكو قبل ما عمر ما كانت لو مو بيغبيغ كانت لو مو باغباغ لو مو بيغبيغ تكتب هكذا داكوغ تكتب بيغبيغ فوالا سي بيغو بيغو هكا كتكتب بيغبيغ بطبيعة الحال بلاكسون داكوغ بيغبيغ داكوغ قبل منها ما كانش لو مو بيغبيغ كانت لو مو باغباغ كانت لو مو باغباغ قلب في الديكسيون تلقى باغباغ وشكون هي باغباغ باغباغ رجعوا هما بيغبيغ باغباغ هما نورمالمون نورمالمون في لي ديكسيونير دوبوي ليترنيتي دوبوي توجور في الديكسيونير الفرونسيز داكو في المعاجم الفرنسيه ولا في المعاجم اللاتينيه كانت لو مو باغباغ باغباغ هو الانسان المتوحش والانسان الذي يفعل افعال الحيوانات والانسان اللي الكانيبال الكانيبال اللي كياكل جو سي با كوا اللي كياكل الحيوان هو كيعيش عيشه بدائيه داكوغ دونك نادو نادو باش هما في واحد الوقيته من العهد من الزمن في الازمنه نتاع في المغرب او بيان سور في واحد المرحله اللي كانت كتشكل لنا يعني واحد الحقره واحد الحقره اللي هي كبيره سيرتو في عهد الحمايه الفرنسيه نادو خرجوا لو مو بيغبيغ باش يوصفوا الامازيغ داكوغ باش يديروا اون سيباغاسيون يديروا اون سيباغاسيون بين ما هو المكون العربي المكون العربي في المغرب بالمكون الامازيغي في المغرب داكوغ حق نقول المكون العربي يعني بجميع قبائله واشكاله و ديالو داكوغ مع المكون الامازيغي دونك جاء المستعمر بانه بغى يزرع واحد الفتنه اللي سميتها الظهير البربري داكوغ والحمد لله والشكر لله يعني هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى نجانا منها نجانا منها ما دابا 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 في هذه اللحظة اللي كنعيشو حنايا راه غنكونو بحالنا بحالاش بحالنا بحال العراق الوغ علاش باسكو العراق لقاو لهم ما عندهمش لا بيغبيغ ما عندهمش الأمازيغ هما كلهم عرب ياك ولكن عندهم السنة وعندهم الشيعة خرقوا من الفتنة ولاو كيدبزو الشيعة مع السنة ولا قتل فيا نقتل فيك داكوغ حنا داك الفتنة ني تاع الأمازيغي والعربي داكوغ يعني كانت غتخرج داكوغ الوجود مي الحمد لله والشكر لله يعني نعمة من عند الله سبحانه وتعالى ما نقولش الإنسان هو اللي قدر يدير داك الشيء مي راه نعمة بطبيعة الحال داك النعمة اللي هبة من عند الله اللي وهبها لعند أشخاص وكانوا بعقلهم وكما تيقولوا ونائيفيتي لان بعدنا على هذا البروبليم هذا بطبيعه الحال انت عربي امازيغ كي اما العلم ان كاين شي مسخت الوالدين شي مسخت الوطن شي مسخت الدين شي مسخت الامه شي مسخت مسخت داكو بغاو مازالين دابا لحد الان كيحاولوا يهضروا عليه وكيحاولوا يخرجوا على الوجود مي لا خير في اشخاص يتبنون الفتنه كمبدا في الحياه في الوجود نتاعهم Alors, qui a un tournant de l'histoire, en effet, sa capitale. Alors, chacune de ces cités mythiques a fondé une grande dynastie. دارت واحد المملكه كبيره واحد الامبراطوريه كبيره qui a tournant l'histoire qui a fait tournant l'histoire ou histoire avec H majuscule mademoiselle monsieur كنقصدوا بها التاريخ و histoire avec H minuscule كنقصدوا بها القصة
تنقولوا ليستوار ديالي ولا ليستوار ديال فلان، مي حنا كنقولوا ليستوار دان بيي ولا ليستوار دين سيفيليزاسيون، يعني كنكتبوها باش كنقصدوا بها يعني التاريخ وحضاره. دونك هاد لي ديناستي ايزون في تورنون ليستوار، بدلوا التاريخ، التاريخ ديال منطقه، التاريخ نتاع قاره ربما، التاريخ واحد المساحه شاسعه بيان سور من 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 الارض بيان سور، اون نو في سا كابيتال، وكيديروا الحضاره نتاعو، كيديروا العاصمه نتاعهم بطبيعه الحال، كل دوله خصها تكون عندها العاصمه نتاعها. دونك هاد العاصمه هادي هي اللي كتسمى السيتي ميتيك، هي السيتي ميتيك، داكوغ. الوغ ماركي دو سو دو لور فونداتور، سي زونسيان كور امبيريال، اي لور ريشيس كوتوا لو ماروك اوجوردي كي روفونديك اوت اي فور. une alliance réussie entre tradition et modernité. Cette capitale hadi ou la cité mythique, bien sûr, mademoiselle, monsieur, il est marqué tobiat du sceau de leur fondateur. Le sceau, le sumo, d'il ashras libnaouha, d'il shars libnaouha. Maintenant, quand on dit fes, une fois qu'on dit fes, on dit automatiquement l'idrissia. فاس الإدريسية، فاس نتاع مولاي إدريس ديال الأدارسة، داكوغ؟ ألوغ بحال كنقولو مكناس، تنقولو مكناس الإسماعيلية، مكناس نتاع من؟ نتاع مولاي إسماعيل، بحال تنقولو مراكش، كنقولو مراكش نتاع يوسف بن تشافين، تنقولو مراكش نتاع البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، داكوغ؟ كنقولو الكتبية، تنقولو المنارة، تنقولو، بحال تنقولو لا فيل دو غابا، تنقولو السي المنصور الذهبي، عهد المارينيين، عهد السعديين، قائد نتاع المعركه نتاع الملوك الثلاث. دونك يعني شاك كابيتال، شاك فيل، شاك بي، شاك عاصمه، شاك كابيتال معروفه بواحد التاريخ نتاع سون فونداتور. لو فونداتور هو المؤسس ديال الدوله اللي كيؤسس بطبيعه الحال غالبا العاصمه. سي زونسيان كور، لا الساحات القديمه نتاعها، الساحات الامبراطوريه القديمه نتاعها، لي ريشيس، الغنى ولا الغناء، ماشي الغناء يعني من لا شونسون ولا نقدر نقول ثروات، ثروات، نعم ثروات، ما سمعتكش عز الدين زيد شويه، ثروات، ثروات نقدر نقولوا وي غنى الثروات، دي ريشيس فوالا، الثروات كنت هنا ما حاجه نقولوا الثروات الطبيعيه، كنقولوا دي ريشيس ناتوريل، داكوغ. هنا دي ريشيس سي با ناتوريل، دي ريشيس اللي هي سورتو في ليستواغ، ريشيس يعني واحد الغناء تاريخي، داكوغ. هاد اي لو ريشيس كوتوا لا ريشيس نتاع هاد الاماكن التاريخيه نتاع هاد المدن نتاع هاد العواصم، داكوغ، كوتوا لو ماروك دوجوردي، كتعطيك ان غراند ان غراند ان غراند فالور، داكوغ، اوجوردي كي روفونديك اوت افور، اللي كتبين لك واحد السمو، واحد العلو، داكوغ، اي ان فورت، قوه، ان فورس، داكوغ. هاد لا فورس هادي اللي كتجمع بين اش، بين اون اليونس، واحد الزواج، واحد الانتظام، واحد التعامل اونتخ اش، اونتخ تراديسيون اي مودرنيتي، اونتخ عادات وتقاليد واصاله ومعاصره، داكوغ. اونتخ كنمشيو لفاس كنلقاو المدينه القديمه، وكنخرجو كنلقاو ناطحات السحاب والمدن والاحياء العصريه، حا كنمشيو للرباط كنلقاو بيان سور المدينه القديمه، كنلقاو الشله، كنلقاو الدرب، كنلقاو باب الحد، كنلقاو او ميم طون كنلقاو عندنا المدن والشوارع الكبار. كنمشيو لمراكش، نعم سيدي، ونلقاو سيدي الكتبيه، ونلقاو المنار، ونلقاو المدينه القديمه، ونلقاو سوق النحاس، ونلقاو السمارين، ونلقاو القصر الباهيه، ولقاو باب دكاله، ولقاو او ميم طون الفوركات، ولقاو الجولدن جيت، ولقاو لا بلاص، ولقاو جو سي با كوا، يعني الاماكن، لقاو اماكن ديال لي مول والشوارع اللي هي كتحاكي احسن الشوارع اللي كاين في العالم. دونك اش كتجمع لنا؟ كتجمع لنا توسكي تراديسيونيل، وكتمشي وتلقى صحاب الخضرة مساكن، وتلقى العيالات، وتلقى مشدين المسمن، ولقى الطعين باش يصوبوا منه تريد، ولا قطع الخبز باش يصوب منه، ولا كتلقى خضيرة مجموعة مقاده مصوبة في المدن، في الشوارع نتاع المدن القديمة، داكوغ.
وكيما كتمشي وتلقى بانه دوك لي ريستورون دي لوكس، لي زوتيل دو لوكس، لي كافي دو لوكس، لي بوتيك دو لوكس، وبيناتهم يعني على حسب لي مويان على سي دو سويت. هادي سي كيلكو شوز، لي سي كيلكو شوز سانسيغمون مادموزيل مسيو، الا قلبتي عليها في دي بي ما تلقاهاش، الا قلبتي عليها في دي بي ما تلقاهاش، الا قلبتي عليها في ليستواغ دي بي ما تلقاهاش. بوركوا؟ باسكو هكذا يكتب التاريخ، ليس التاريخ ما ينطق شفهيا، يكتب ويبنى، التاريخ يبنى ويبنى يبنى، التاريخ يبنى يبنى، يعني خاصو يكون عندنا بناء نتاعو، خاصو يكون عندنا آثار نتاع التاريخ، ماشي التاريخ هو ما يقال، التاريخ ما يقال، أنا غادي نجي نقول لك أنا كدولة عندي تاريخ إكس وإيكغاي، نو، ما تقولش لي التاريخ. أريني التدوينات أنت أين هي، أريني ماذا وجد من التاريخ، حتى نقول لك أن الأدارسة كاينين، الأدارسة كاينين، يلا نديك الفاس تشوف الأدارسة، وماشي غير فاس ولكن فاس كعاصمة، بحال نقول لك أن السعديين كاينين، المارينيين كاينين، يلا نديك تقرا مدرسة نقشت بأحرف، نقشت اسم ماريني، مدرسة المارينية بأحرف في سلا وفي الرابة وفي الجديدة وفي مدارس عتيقة لتعليم القرآن أن ولا تعليم ولا تعليم ولا تعليم مجموعة الحوايج، بحال نقول الأدارسة يلا نديك سيدي جامعة القرويين، أقدم وأول جامعة على وجه البسيطة، جامعة فاكولتي يونيفرسيتي على وجه البسيطة، اللي هي جامعة نتاع الإدريسيين، داكور، اللي بيان سور جو مون سوفيان تخي بيان إلا كنت عقلت نتاع فاطمة الزهراء الفهرية بطبيعة الحال، دونك سو سون دي شوز لي تاريخ، لا ما كنقولوش ليستواغ جوست ليستواغ، حنا عندنا ليستواغ، مي في موا فواغ ليستواغ، تون ليستواغ لي او، فوالا، دونك هادشي تنقول لكم انطلاقا من داكشي باش بدينا هاد الصباح هذا، داكوغ، انطلاقا باش بدينا الحصة نتاعنا هاد الصباح هذا، بحكم ان اودي شاك بيي، كل انا عندي كلتور، انت كتوريست عندك كلتور، انا عندي ايستواغ، انت عندك ايستواغ، انا عندي سيفيليزاسيون، انت عندك سيفيليزاسيون، انا بون فوالا. ولا الوغ انت الاخر عنده، الوغ اون فوا كتلاقى انت كتناقش انت وياه في بعض المواضيع داكو، وخاصك انت تجيستيفي، انت تبين، ماشي تقول لي انا لا انا عندي استوار، راك انت مغربي وعندك استوار لكن ما عرفش استوار نتاعك، داكو، انت تو كوني با تون استوار، اوكي، مي اون فوا تو كوني الاستوار نتاعك، اوكي، وهاد الاستوار دار مازال باقي نناقشوه مزيان، حتى دابا الموضوع الرئيسي نتاعنا الاستوار لا جيوغرافيك في هذا الموضوع هذا داكو، مازال باقي غنختلفوا في مجموعة د الحوايج، ومازال باقي دابا راه حنا كنختلفين مع بعضياتنا في مجموعة د الحوايج، ماشي مشكل داكو، مي إلا كنت أنت كتحس براسك بلي أنت لومباسادور، أنت هو السفير ديال البلاد نتاعك مع الآخر، إلا كنت أنت كتحس ليستواغ ديال البلاد هو ليستواغ نتاعك نتايا، إلا كنت كتحس بلا فورس نتاع البلاد نتاعك اللي هي لا فورس نتاعك، إلا كنت كتحس بلا نقطة الضعف ديال الدولة نتاعك هي نقطة الضعف نتاعك نتايا، دونك بيان سور راه تو فا باغلي قدام الآخر دين فاسون اللي كتسمى اللي حاجة اللي كتفرح كتفرحك، والحاجة اللي كتجعزك راه كتحس بها بقرحة بألم على الانتيريور دو توا. ألوغ لي كابيتال امبيريال، العواصم الإمبراطورية سون ليغيتاج دو ديفيرون ديناستي، دونك دوك العواصم اللي هي قديمة هما يعني ليغيتاج هو الإرث والموروث داكوغ ديال لي ديفيرون ديناستي نتاع مجموعة نتاع الدول القديمة اللي هي الأدارسة كما شرحنا، اللي هما المرابطون، الأدارسة الذي وحدونا شمال إفريقيا، المرابطون الذين ربطوا في داروا الرباط في سبيل الله، الذين فتحوا ما أغلق من وراء البحار اللي وصلوا حتى لعند جنوب فرنسا، اللي كانوا بغاو يمشيو يدخلوا لعند بريطانيا، الاسبانيا والبرتغال كانت ديال لو ماروك تاريخيا، ومازال كاين دابا شواهد كتعلي بان فرنسا اسبانيا فرنسا كانوا في وقت من الاوقات يتبعون لي لديناستي موغافيد، هاد لديناستي موغافيد اللي هي خدات الكابيتال نتاعها اللي هي مراكش، ما خدتش الكابيتال نتاع تلمسان، ولا ما خدتش الكابيتال نتاع تريبولي، ولا ما خدتش الكابيتال نتاع قرطاج في تونس نو، ولا الجزائر في الجيري، ولا وهران خدت العاصمه نتاع اللي هي مراكش، يعني ان فوا كنقولوا حنايا غنمشيو لخيرالدا، غادي نمشيو حنا للاندلس، غنمشيو حنا للسيفيا، غنمشيو حنايا للخزيرات، غنمشيو وغنلقاو دي مونيمون اسلاميك، راه سي او ماروك ا مسيو، سي او ماروك ا مسيو، فهمتي
تخرب التاريخ نتاعك يا مسيو. داكور، حنا كنقولوا لي الموحد، الموحدون يوحدون دين الله، يوحدون ما تفرق بعد ما تشتت الامبراطور الموحد لي المغاربه. داكور، وصلوا وفتحوا ما لم يفتح من قبلهم في افريقيا. داكور، لي ميريندين ولا لي ميغينيد، لي السعديين، لي علاويت، العلاويت اللي مازالين من السيزيام سيكل، من القرن 16 الى يومنا هذا، اللي تعتبر من اقدم المملكات، من اقدم الملكيات اللي كاينين في ليستواغ، في التاريخ، اقدم الملكيات اللي كاينين في ليستواغ الحالي بيان سور. داكوغ، الوغ سي سوفران، سي سوفران كونكيرون، لي سوفران هما الاشخاص اللي كانوا كيقودوا هاد لي ديستيناستي لي ديناستي باردون، وليت كنخربق في الهضره ما عييت شويه. مي لي سوفران هما لي روا ولا لي سلطان ولا لي فونداتور، الناس اللي بنوا دوك لي ديناستي، الناس اللي بنوا دوك الدول، وكل دوله خلات حضاره وعراقه نتاعها بيان سور يتغنى ويعترف بها، يعني اعداء قبل اصدقاء، دون لو بوفوار سيتون سور ان تيريتوار ايمونس اي بروسبير ايمونس. داك العهد نتاعهم، في دوك العهد نتاع الحضارات هادو، دون لو بوفوار، لو بوفوار السلطه كانت ايل سيتون، كانت انها تفترق، يعني كانت كتمتد على ان واحد لو تيريتوار اللي هو ايمونس، واحد المجال اللي هو ايمونس. داكو، بحال كنقولوا مجال ايمونس بروسبير، يعني كبير جدا جدا، وما كبير الله سبحانه وتعالى. راكم جدي، راه الغرب نتاع افريقيا راه كانت كتشد واحد الوقيته حضاره من الحضارات اللي كنشوفوا اللي غنهضروا عليهم بالديتاي من بعد، يعني كتشد من المحيط الاطلسي حتى يعني الغرب ديال افريقيا، يعني الغرب افريقيا كله حتى كتوصل حتى تقريبا النهر الاحمر. داكو، ولا البحر الاحمر اللي كاين بين السعوديه وبين مصر حاليا، اي وطلع ونيفو نتاع الشمال، يعني في اوروبا، في اسبانيا، انسي دو سويت، يعني راه سي شي حاجه اللي هي كبيره جدا جدا. الوغ سي سوفران كونكيرون، يعني الفتوحات الفاتحين، داكو، اللي بنوا دوك الحضارات، كان كيمتد لو بوفوار نتاعهم، السلطه نتاعهم سيغ واحد التيريتوار، واحد المجال اللي هو ايمونس، اللي هو بروسبير كبير، تيان اغرافي دون لا بيير لا بويسونس دو لو رين. داكو، اللي بيان سور كتبوا ولا غرافي هو انهم صقلوا القوه ديال الحكم نتاعهم على الاحجار. داكو، بمعنى يعني مجاز، يعني كتقول بان سيتي تري 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 فور بيان سور. لورسكون ديناستي ماروكان شوازي سا ريديدونس افاس à Marrakech, à Rabat ou à Meknès, d'accord. عندما تقرر ولا واحد المملكة من الممالك والإمبراطوريات اللي كانوا في المغرب، داكور، شوازي sa résidence، يمكن فوق كتختار الإقامة نتاعها، مدينة فاس أو لا مراكش أو لا غابة أو لا مكنس، لا سيتي داك المدينة اللي هي فاس، مراكش، مكنس، غابة، كتولي كابيتال أو لا سكون أبل بالدارجة ولا بالعربية عاصمة، كتولي عاصمة ديالاش ديال داك الديناستي. اي بيان سور، اون فوا كتولي عاصمة، شنو كتولي عندنا؟ كتولي عندنا دونك ان بار دو مونيمون، تولي عندنا واحد الحقل، واحد لو ليو اللي كوني باغ سي مونيمون. هاد لي مونيمون هادو اللي هما عبارة عن دي بالي، عن دي موسكي، عن دي موزولي، عن قصور ومساجد وأضرحة وأسوار ونافورات وقصريات وفنادق، يعني وسط المدينة اللي هي المدينة القديمة. يعني مادموزيل مسيو، اون فوا حنا تنقولو الكابيتال ولا لي فيل امبيريال ولا لي كابيتال امبيريال، كنقصدو بهم فاس، مراكش، غابة، مكناس. علاش هاد التسمية نتاعهم لي فيل امبيريال؟ سي تو سامبلومون باسكو هما كانوا في حضارة من الحضارات اللي دازت على ليستواغ دو ماروك، اللي زيتي كابيتال دو ماروك. وباش بدينا فاس، من عهد الإداريسة ولات مراكش، من عهد المرابطون، من بعد ولات فاس، فهاد الموحدين، من بعد ولات الرباط، فهاد المارينيين، ومرات مراكش، فهاد السعديين، بعد ولات مكناس، فهاد العلويين. دونك سو سون هاد لي فيل هادو كانوا عواصم تاع يعني الحضارات اللي دازو، ولا الثقافات، ولا الحضارات، ولا الامبراطوريات اللي دازو في الماروك بيان سور. وفي هاد لي فيل كنلقاو اكبر القصور القديمة، ماشي الحالية، كنلقاو أكبر القصور القديمة، كنلقاو أكبر أعتق المساجد، لي موزولي هما الأضرحة، كي تيمواني
du prestige du prince aux yeux de ses contemporains et de l'histoire. D'accord? Donc, qui témoigne le consort ou les monuments, les que tu connais, Shawahid, elle a le prestige du prince. Le prestige, ni ma canne, je t'y mets, il y a dire que le prince, dire que l'émir, dire que le sultan, dire que l'imperator, dire que le qaïd, dire que le fatih. Sinon, on va l'appeler comme on va l'appeler, d'accord? Mais le prestige intérieur, aux yeux, fi ayoun, les contemporains. D'accord, في أعين الأشخاص اللي كانوا عايشين معاه سواء من خلال البوبل المواطنين داكوغ الشعب سواء من خلال الأصدقاء أو من خلال الجيران أو لامي أكثر من ذلك من خلال الأعداء بطبيعة الحال إي كونتومبوغان الأشخاص اللي عاصروا الأشخاص اللي كيتحدثوا عليه أبخي بيان سور هذوك هذيك هذيك العاصمه او ذاك الفيل امبيريال اللي هي فاس مكناس الرباط اي مراكش في عهد من العهود اللي تي اموند دو غروندور اللي تي اموند دو غروندور دونك واحد العالم اللي ديال كما تقولوا ديال الكبير شكون الكبير الكبير في الدوله تاع لو سلطان كما قلنا الامير السلطاني انسي دو سويت داك دو رافينمون اي دو لوكس يعني كيجتمع فيها لو غافينمون لو لوكس لو كونفور داكور سي لا فيل رويال اللي هي كتسمى المدينه الملكيه اي اوسي ان انيفير ميتيك ان انيفير ميتيك يعني هي المدينه الملكيه مي اوسي ان انيفير انيفير هو العالم عالم ديال ليجوند عالم ميتيك عالم ديال الخرافه داكور بوركوا باسكو كانوا كيخرجوا من دوك المدن العتيقه من دوك العواصم كانوا كيخرجوا قصص قصص اللي هي مزيانة اللي هي خايبة اللي هي ماشي قصص يعني يقدروا يكونوا بارفوا قصة إذا كانت قصة تكون ربما حقيقية ولكن بحال كنقولوا خرافة يعني من نسج من الخيال داكور كانوا بارفوا كيكونوا خرافات كانوا بارفوا كيكونوا قصص اللي هي مستعملينها بيان سور كي انسبير او زوتور ميديفو دي زيماج اي دي ليجوند دونك اللي كتعطي الالهام اللي عند لي زوتور اللي عند الكتاب لانهم كيعطوك دي ليجوند ولا الاشخاص اللي كيخرجوا لك دي ليجوند بطبيعه الحال ليجوند هي ما نقولوش خرافه ليجوند اسطوره اسطوره مزيان اسطوره ليجوند هي اسطوره السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا الشباب الله وبركاته واش معايا ولا مع الاخرين لا لا معاك واش كاين شي سؤال سيل فو بلي نو ميسيو نو زيد شي واحد اخر اسكو يا كاين شي كيسيون لا كلشي واحد كلشي واحد الله يستر اسيدي دونك دابا مادموزيل مسيو غنضطر انني غادي نحبس لا سيونس ياك اللي نقطع لا سيونس باش لونغوجيسترومون ما يطولش Enregistrement, mais toi, Inch'Allah. C'est bon? Bien là, je vais commencer maintenant.